استهدفت مسيرة تركية نقطة عسكرية حكومية في تل رفعت، وقال الرئيس السوري بشار الأسد إن ادعاءات تركيا لتبرير عدوانها باطلة ومضللة. تتزايد أعداد القذائف الصاروخية التي تطلقها الفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي مستهدفة مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي، ليتطور الأمر إلى استهداف مسيرة تركية نقطة عسكرية لقوات الحكومة السورية في أطراف المدينة. المسيرة التركية المذخرة من نوع درون التي استهدفت الموقع العسكري للحكومة السورية تمكنت الأخيرة من إسقاطها فوق أجواء مدينة تل رفعت، ما أدى إلى تضرر منزل بشكل جزئي جراء سقوط المسيرة. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن دوريات تابعة للقوات الروسية تفقدت الموقع الذي جرى استهدافه بالمسيرة التركية. هذه التطورات العسكرية تأتي بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان لدمشق ولقائه مسؤولين على رأسهم الرئيس السوري بشار الأسد، والتباحث بشأن الاعتداءات والتهديدات التركية بشن هجوم محتمل على الشمال السوري. عقب اللقاء أصدر القصر الجمهوري بياناً، اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد أن الاحتلال التركي يعتدي على الأراضي السورية، موضحاً أن ادعاءات النظام التركي لتبرير عدوانه على سوريا باطلة ومضللة ولا علاقة لها بالواقع، وأنها تنتهك ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وروابط الجوار بين البلدين. وجاءت زيارة عبداللهيان لدمشق بعد زيارة قام بها إلى أنقرة، وتحدث في مؤتمر صحفي عن تفهم بلاده للمخاوف الأمنية التركية المزعومة، ليعود ويتحدث عن سعيه لتحسين العلاقات بين سوريا وتركيا بعد 10 سنوات من القطيعة والعداء، رغم تأكيدات متكررة من قبل أنقرة ودمشق على عدم انقطاع التواصل طوال سنوات الأزمة. این سند در حضور رؤسای جمهور دو کشور به امضا برسد. لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي من القاهرة الدكتور عصام يوسف، باحث سياسي. أحييك دكتور عصام وأهلا بك على شاشة اليوم. بداية سأبدأ ميدانيا، يعني اليوم النظام التركي يستهدف بمسيرة مذخرة نقطة عسكرية لقوات الحكومة السورية في محيط تل رفعت بريف حلب. ما هي الرسائل التركية لحكومة دمشق من هذا الاستهداف؟ استمرار بداية مساء الخير. هو استمرار للدور التركي التوسعي من سنة 1923 لما قامت الدولة التركية إلى اتفاقية أدنى، هي نفس الحلم التركي التوسعي وخاصة على سوريا. الهدف منه تغيير التركيبة السكانية في الشمال السوري، والمفارقة هنا ان احنا عندنا الغزو المتكرر للشمال السوري من قبل تركيا على مدار كل سنتين، 2016 كان درع الفرات، 2018 غصن الزيتون، سنة 2020 درع الربيع، وكلها مسميات تركية لمحاولات السيطرة على الشمال السوري. كمان في محاولات نهب الثروات السورية، السيطرة على المياه، إعادة ترسيم الحدود مع سوريا تركيا، الحدود المشتركة، كذلك الاستفادة من اللاجئين وأزمة اللاجئين، والضغط على الحكومات الأوروبية بموضوع اللاجئين لأخذ الكثير والكثير من العائدات والمساعدات التي تعود على الخزينة التركية باليورو، كذلك بيع المنتجات التركية وغزوها للأسواق السورية. كمان عندنا الموضوع الأهم بالنسبة لأردوغان في هذه اللحظة هو الوضع الداخلي التركي. الوضع الداخلي التركي متأزم إلى للغاية، فهو يعاني من تضخم، ارتفاع في الأسعار، وكل ما يزيد الضغط عليه يحاول إنه هو يوجد مبررات، فمن ضمن المبررات هي محاولة إعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا وبعمليات عسكرية موسعة، ومحاولة الاستفادة من هذه الورقة للتخفيف على من الضغط الداخلي والاحتقان عليه بسبب الغلاء والمعيشة والتأزم الداخلي في الداخل التركي.
كل هذه المحاور تجعل دائما من أردوغان يحاول أن يتوغل بصورة مستمرة في العمق السوري، ولكن الأساس هو الحلم التوسعي ومحاولة السيطرة وتغيير التركيبة السكانية السورية في الشمال، هو العامل الأساسي. من هنا بنبتدي ناخد حضرتك الفكرة اللي هو عايز. تفضل يا فندم. سأقف عند نقطة التوسع الأردوغان الذي يحاول يعني تطبيق استنادا على اتفاقية لوزان عام 1923. دكتور عصام، هل سينجح أردوغان بمخططاته التوسعية واجتزاء أراضي سورية أو حتى عراقية من غير محاسبة دولية؟ بالطبع لن ينجح. احنا لو جينا بصينا على الحلم التوسعي التركي هنلاقيه بيبقى موجود في ثلاث محاور. المحور الاول كان موجود في العراق، كان اول محاولات تركية للسيطرة والتوسع بشكل واضح والسيطرة على المياه وثروات العراق، وكانت فاشلة. من 2011 وما يعرف بثورات الربيع العربي انطلق أردوغان بحملات موسعة على مصر وكذلك بالتواجد عسكري في ليبيا، وكلها كانت فاشلة. وكذلك يحاول محاولات مستمرة للتوسع في سوريا، ربما يكون هو واعتقاده أن الوضع الداخلي السوري لن يكون بالصعوبة التي كان يتوقعها، ولكن من جهة أخرى لم يتمكن من الدخول في العمق السوري. السوريين جميعا متفقون على أنه لا يمكن للقوات السورية التوغل واحتلال مناطق من سوريا، ولذلك سوف يكون صعب جدا عليه كمان من الناحية العسكرية والمالية وحمل مالي على الخزينة التركية أن يتوغل أكثر من ذلك. ولكن هي محاولات متفرقة كل سنتين يقوم بها محاولا أن يقتطع جزء، ولكن التوسع بطبيعة الحال لم ينجح في 2016 و 2018 و 2020، فلذلك لن يتمكن أبدا من التوسع في الداخل السوري، لكنه لا يلتفت أبدا إلى ما قام به على مدار 6 سنوات مستمرة ولم ينجح. لماذا يتوقع هذه المرة النجاح؟ تفضل. آتي هنا العودة إلى نقطة الحوار اليوم في هذه الحلقة دكتور عصام، يعني سنتطرق أيضا موضوع جولة وزير خارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بين أنقرة ودمشق، وأيضا أكيد تابعت التصريحات التي خرجت من عبداللهيان ويقول أنه يحاول أو يسعى لتحسين أو تقريب العلاقات بين أنقرة ودمشق، هذا ما يسعى لي أم أن هناك أهداف أخرى برأيك؟ لا يمكن لإيران التقريب بين أنقرة ودمشق لأن ذلك لا يخدم بشكل أو بآخر الجانب الإيراني. أعتقد أنه هو من المتوقع أنه هو يكون سبب الزيارة هو لدعم أكبر من الجانب الإيراني لحكومة بشار الأسد. نعلم جيدا أن إيران تزود بعض الميليشيات في الداخل السوري بالأسلحة وما شابه، ولكن خلينا نقول أن هو كلا الدولتين يحاول الاستفادة بشكل أو بآخر من الوضع السوري. لا يمكن لأي دولة أن تتواجد بقوات داخل دولة أخرى إلا بهدف تحقيق مصالح لدولته، ولكن لا يمكن بشكل أو بآخر لوجود قوات أو توافقات بين دول كل منها يسعى لتحقيق مصالحه الداخلية. في سوريا في الداخل السوري نجد أن إيران لها فائدة من تواجدها وأن يستمر الوضع على ما هو عليه، كذلك الجانب التركي مستفيد من الوضع الحالي ويحاول دائما تأزيم الأوضاع لزيادة المعونات الأوروبية والضغط بورقة اللاجئين، فالمصالح هنا تتقاطع ولا يمكن أن نجد ما يجمع الطرفين على أن يقوموا بجولة من المفاوضات من شأنها تحسين الوضع في الداخل السوري.
إذن دكتور عصام، كيف نفهم التناقض بين تصريحات عبد اللهيان عندما كان في تركيا منذ أربعة أيام يقول أنه يتفهم الضرورة الأمنية لشنع عدوان تركي جديد من قبل النظام التركي على مناطق الشمال السوري، ومن دمشق يتحدث عن سعيه لتقارب، وعلى أرض الميدان هناك فصائل تابعة لإيران تعزز تواجدها في مناطق بريف تل رفعت؟ كيف إذن نقيم هذا التناقض أو كيف نفهمه؟ زي ما حضرتك بتقول، يعني هو كل لما بيروح للجانب التركي يتكلم باللسان الجانب التركي ويظهر ما يريد أن يسمعه الجانب التركي، ومن الجهة الأخرى عندما يأتي إلى سوريا يتكلم باللسان السوري وما يريد أن يسمعه النظام السوري. ومن هنا نجد أنه هو لن يوجد أي فائدة من هذا. الفائدة الأساسية يا فندم هي المصلحة الإيرانية. إيران في المرحلة الحالية تحاول أن توجد مجموعة من التوافقات مع دول في المنطقة بسبب الأزمة التي تمر بها مع الإدارة الأمريكية وما يتعلق بالبرنامج النووي وما شابه، ولذلك هي تستعطف الجانبين، ولكن كل دولة تحدثها بما تريد أن تسمع لمصلحتها الداخلية. يعني هي النهاردة إيران بتدور على المصلحة الداخلية الخاصة بها ولا تنظر بشكل أو بآخر للملف السوري بهدف إصلاح الشأن أو تهدئة الأوضاع في الداخل السوري. دكتور عصام، في ظل التحضير التركي لشن عدوان جديد على الشمال السوري وزيارة وجولة اللهيان بين دمشق وأنقرة، الأسد بشار الأسد الرئيس السوري قال بعد هذا اللقاء أن ادعاءات تركيا لتبرير عدوانها على الأراضي السورية باطلة ومضللة ولا تمت للواقع بصلة. ما مدلولات هذا التصريح من الرئيس السوري، وهل له انعكاسات على الأرض الواقع أو التحضير لصد عدوان مثلا؟ الخطاب هنا بيجي موجه للشعب السوري في حد ذاته، أن الشعب السوري هو لا يريد كذلك الوضع أن يستمر بهذا الشكل وهذه الوتيرة الغير مبررة. هنا يحاول أن يوجه الشعب السوري رسالة مفادها أن نحن كسوريين لا يجب علينا الخضوع والموافقة، ولا يوجد أي توائم أو توافق بين ما نريد نحن كسوريون وما يريد الجانب التركي. فهي رسالة في الشأن الداخلي. أما على الشأن الإقليمي ومع تركيا فهو يوجه رسالة لن نرضخ، لا يوجد صيغة أساسية للتفاهم بين إدارتنا أو إدارة الأسد وبين متطلعات ومتطلبات الإدارة التركية. هنا يوضح تماما أنه لا يوجد أي شكل من أشكال التوافق بين ما يريده الجانب التركي وما يرنو إليه الجانب السوري. سؤال أخير دكتور عصام، هذا التصريح لبشار أسد ألا يتفق مع التصريحات والبيانات لقوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية بأن كل ما تتحدث عنه تركيا من تبريرات هي محض افتراء ومزاعم، ولا يوجد وأصلا قوات سوريا الديمقراطية لا تشكل تهديد على الأمن التركي كما تدعي أنقرة؟ وهنا توافق هذه التصاريح أو هذه البيانات، هل من الممكن أن يقرب المحادثات أكثر بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مع حكومة دمشق برأيك؟ برأيي الشخصي أن الموضوع كله يتعلق بأن جميع الأطراف السورية هتلاقيها كلها بتاخد جانب واحد وبتتفق بشكل أساسي على أن حرية الوطن وسلامة أراضيه من أي غزو خارجي، وإن اقتتلنا واختلفنا في الداخل ذلك لن يعطي مجال للأتراك للتواجد. خلينا نقول ان كل حزب من الاحزاب المتقاتله على الارض يحاول دائما ان يحظى بحصه الاسد وان يسيطر بشكل كامل على الاراضي السوريه، ولا وكلاهما نجد انه يحاول دائما السيطره على الاراضي السوريه بالكامل. فهنا ياتي التوافق انهم لا يريدون تواجد لقوات تركيا بأسلحة ومعدات ثقيلة أو تواجد عسكري في الداخل السوري، ولذلك يوجد هنا توافق واضح وصريح بين الخطبين، فكلاهما لا يريد التواجد للأتراك في سوريا. كذلك
وجود قوات عسكرية داخل سوريا، تركيا داخل سوريا، يصعب من العمليات العسكرية لدى جميع الأطراف السورية أو الميليشيات الموالية لأحد الأطراف، فلذلك لا يريد أحد وجود جيش نظامي في الداخل السوري. أشكرك جزيل الشكر من القاهرة الدكتور عصام يوسف باحث سياسي. مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود.